ازيكم يا شباب؟ معاكم حلقة جديدة مع ايس تيوب جيمنج. انا شباب هنلعب لعبة رافت وهنكمل السلسلة بتاعتنا، وهدخل في العالم بتاعي اللي اسمه ارمط. كويس، دخلنا العالم، هندوس بلاي يا معلم. كويس، يلا يا معلم اللودنج. عايزين بقى ننزل لان في حاجات كتير انتوا قلتوا لي عليها وان شاء الله هبدأ اعملها. فدلوقتي انا بصراحة دي الحاجات اللي انا عملتها، دي الحاجات اللي انا انجزتها. بس نجمع. كويس، المية عندي كويسة، اقدر اشرب. كويس، شربنا يا معلم. وعايزين نخش على الحاجة بتاعتنا، ناخد بقى الكوبايات. كويس، ونملاها مية يا معلم. لا كويس، وهنحطها هنا شباب عشان نبدأ نحلل المية دي ونقدر بعد كده نشربها. وفيرش فيرش ده، انا بحسب فيرش. في واحد جاي. واحد جاي لي يا معلم. طبعا انا جبت الكرسي ده بس مش عارف انا بستخدمه ازاي، والله مش عارف اقعد عليه، مش عارف زي قلته، بس منظر كويس. ودلوقتي هنبدا بقى نجمع الموارد دي، لان بصراحه تعبت من التجميع، وانتوا كده بتقولوا في التعليقات ازاي اعملها. فانا دلوقتي النهارده ان شاء الله هبدا اعمل الحوار ده، بس عايز اوسع المكان شويه. كويس، ايوه، عايزين بقى نكبر المكان بتاعنا كده. كويس، هات بقى ناخد شويه الموارد دول. ما ينفعش ناخدهم، ماشي، يلا 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 بسرعه. كويس، اخدنا في قاعدين من تحت والله. ايوه تعالى، لا تستهبلي. بس واحد هنا مليانه، واحد مقلق بصراحه ينزل. وانا عايز احاول اشوف مصد ضد القرش لو ينفع، والله تبقى ممتازه. نجمع الحاجات دي بس كده كده 100. كويس، مفيش اي حاجه تانية. ماشي، هنخش بقى على الكرافتنج. انا محتاج بصراحه حبال كتير، محتاج حبال كتير. هو ده اللي انت قلت لي عليه، ماشي. بس انا دلوقتي عايز اشوف الحبال فين. او تحت، واحد بينسى ولا يفقد الذاكره. كويس، معنا شويه كويسين. وهنبدا نحط اخر خشب، عايزين نحطها هنا. كويس، حطيناها شباب. وعايزين نحط عشان نقدر نجمع الموارد. انا عايز اعرف بس الموارد بتيجي منين، لو الدنيا بس تيجي الصبح. ماشي، نظبطها. تمام، طبعا انا مجهز نفسي بحيث لو القرش جه هنشوف هنعمل ايه. لا ما تنزل. اطلع يا معلم، راح اخد درس يا معلم. خلاص ماشي، دلوقتي انا هحط شباب شباك بشكل يعني مؤقت بس حوالين المكان ده. تمام، وربنا يسهل ان شاء الله تبدا تجمع لي الموارد. فهنشوف دلوقتي فين المفروض. هي دي صح، المفروض هي دي. محتاجين خشب ومحتاجين حاجات كتير. طب ما ينفعش نحطهم ده، هو ده مختلف عن ده ولا ايه؟ الاثنين واحد يا معلم. ماشي، هنخش ده على حط معاهم يابا، بس حط لي. ماشي، بيقول لك انا محتاج حبال، محتاج حبال. ماشي، هنقعد شباب نزود. محتاج حوالي واحده كمان، هنعمل الكرافت هنا. كويس، هو كده المفروض اقدر اشتريها صح؟ تمام، الحمد لله اقدر كده اشتريها. لا تعالى يخرب بيتك، راح فين؟ تستهبل. تمام، هنبدا نحطهم هنا شباب. طبعا انا مش هحتاج واحده، انا هحتاج بصراحه كميه. كويس، انت جمع لي اكبر كميه من الموارد. وانا مش عارف بصراحه القرش هيبدا يهجم عليها ولا لا. بدات تجمع فعلا. كويس كده، عشان الواحد بقى ما يقدرش يوجع دماغه ويبدا يركز عشان يبدا يكبر المكان بتاعه. فهنعمل واحد كمان، اكتر من واحد. ماشي، احنا محتاجين حبال. ماشي، محتاجين شباب كميه، نحضرهم كده بالمره. كويس، كفايه قوي كده. انا ما بصيتش على الاكل بتاعي، تصدق. تمام، احنا ممكن هنشوف الاكل بتاعنا. هنجيب لنا سمكتين كده في السريع، الميه بتاعتش كويسه. فهنجيب لنا سمكتين كده في السريع يا شباب. كويس، هنجيب لنا سمكتين بس ونشويهم وناكلهم عشان الاكل بدا ينقص عندنا وكده، ممكن يموت مني. هات بقى دي واحده، نجيب ان شاء الله واحده كمان وخلاص حصان. طيب هحطهم اشويهم وابدا اجمع الموارد. يا معلم عايز بقى اوسع المكان. ايه ده؟ هو انا نسيت اصلا في سمكه. استنى كده، طب ان شاء الله تيجي. يلا لا بقى، لا بلاش تعالى اطلق. كويس، حلو، تمام. جبنا سمكه كمان، وهنبدا نحط دي هنا. كويس، وهنبدا نحط السمك. تمام، هنبدا نحط السمك شباب. كويس، حطنا واحده هنا، واحده هنا كمان. تمام، هنبدا بقى ناخد الموارد اللي اتجمعت دي. حاجات بسيطه، عايز احط اكتر عشان اقدر اجمع موارد اكتر واكتر. فهنخش نخش هنا يا معلم. بس عايزين بقى نعمل كام؟ حوالي كتير. كويس، خلي معايا احتياطي لغايه ما يكفيش معايا. عايزين نحتاج اكبر كميه من الموارد. كويس، ايوه كده، تمام. نحط واحده كمان. ايه ده، خلاص خلصت كده؟ لسه في يا ابني، ما تحطهم. انا عايز اعرف يا ريت شباب تكملوا في التعليقات اجمعهم ازاي مع بعضيهم، لان كده ممله بصراحه، كده استهبال. فانا مش عارف اظبطها بصراحه، فهحط هنا. كويس، هناخد واحده كمان. ايوه كده، نجمع بقى الموارد بقى يا معلم. انا كلها حماس. تبقى الموارد هتجيب لنا، الدنيا بدات خلاص، الصبح بدا يطلع يا معلم. بس الصندوق ده حماس، لازم اجيبه، ده لازم اجيبه ان شاء الله. ممكن نبدا نطور القاعده بتاعتنا عشان نقدر نجيب الموارد اللي من بعيد دي، لان في موارد برضو
خطيرة. اوه ده في بص كام واحد جاي. اوه طب احنا عايزين نطور الحاجة بتاعتنا. تمام، ونبدأ نحط يا معلم على اساس ونقدر نجمع اكبر كمية من الموارد عشان نقدر نبني البيت بتاعنا او نبني المكان اللي احنا واقفين فيه. يبقى خطير كده يا معلم. فجمعنا كويس الصناديق دي، بيبقى فيها حاجات كويسة جدا. وعايز ابدأ اطور من الحاجات اللي عندي دي. والاكل يا معلم، الاكل والمية كويس. عايزين نشرب المية بتاعتنا كويس. شربنا المية، ناقص بقى الاكل ناكله كويس. اكلنا الاكل، ناقص بقى نعمل ايه؟ يا ريت شباب برضه تكتبوا لي في التعليقات لو حاجه اقدر اجيب بيها اكل. في قرش شكله جاي يهجم. تعالى تعالى استهبل، اخلع على اخلع على بتستهبل. لا لا خلاص، ده كان زمان. اخلع على بس ايه كويس. تمام، نبدا بقى نجمع الموارد هنا. هنبدا نرتاح بقى شويه من توجع دماغك بالموارد. كنا في الاول صعبه عشان كنا لسه في البدايه. ف طبعا في حاجه تانية انا كنت عايز اعملها، عشان جمعت زي ما انتم شايفين حبوب وحاجات من دي. فانا عايز ابدا ازرع بقى يا معلم. بقى دي اقدر احط فيها الحاجة بتاعتي. بس عايز اعرف، بس انا محتاج حبال كويس، محتاج مهمة جدا دي والله. تمام، وهنبدأ نجيب. ايوه دي يا سيدي، بس محتاجين خشب. اوه كويس، اقدر اعمل كرافتنج دلوقتي. خلي كده اتنين كده مؤقتا، هنخليهم قريب من المكان بتاعنا. تمام، عشان القرش هيبدأ يهجم كويس. ده هنبدأ نحط فيها الحاجة صح؟ مش عارف هنبدأ نحط فيها الحاجة دي ولا نجرب لما نحط كده. اوه كويس، اقدر احطهم هنا. زي كني بزرع. تمام كويس، اكيد بقى تبدا تطلع زرع نقدر نستفيد منه. كويس ماشي، هنحط واحده هنا كمان جنبها. تمام كويس، هنحط بقى البذور بتاعتنا. كويس حطيناها، مش حاجه. هنشوف. اوه بدات تنبت يا معلم. والله حماس يا جدعان. كويس ماشي، والله الحاجه بدات تتطور. واحد بدا يتحمس جدا. طبعا شباب انا متحمس يا براسيس. احلى بقى لايك واحلى حماس ان الجيم بلد. خلاص بقى يا معلم، بقينا عدينا بقى مرحله اللي احنا كنا لسه في الاول. عايز اجمع بقى شويه، عايز بس الصندوق ده. انا هبدا اطور المكان بتاعي عشان بصراحه في حاجات من بعيد عايز اقرب لها. استنى شويه ايوه اسحب دول يا معلم، كويسين جدا دول. تمام ماشي، تمام كده عندنا موارد وعندنا كل حاجه، ومستنيين الزرع ده يطلع. هنشوف هنستفيد بيه بايه. دي انا بصراحه اول مره ازرع فيه. عايزين نشوف ايه الحاجات الثانيه. طبعا زي شايفين في اللي اوه في تشيستات كمان اقدر اشيل فيها الموارد. كويس ماشي، وفي ايه تاني؟ اقدر اعمل زي ترابيزه او حاجه ازرع فيها. ماشي هنشوف. في حاجات كتير احنا عملناها وفي حاجات لسه ما عملناهاش. واقدر اجيب التشيست، بس التشيست ده كويس جدا. عايزين يا شباب نجيب الصندوق ده. تمام، جبنا واحد وهنحطه هنا يا سيدي. ايوه بس كده يا معلم. اوه نقدر نحفظ فيه الموارد. كويس، نقدر نحفظ فيه الموارد بتاعتنا نقدر نستخدمها بعد كده بعدين. لا 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 اطلع بسرعه. كويس، بص بقى يا معلم، بص المنظر بقى عامل ازاي، خرافي. وعندنا اكلنا وعندنا كل حاجه. تصدق والله هنرتاح جدا 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 جدا. عايزين بقى نجمع شويه دول. مفيش حاجه ثانيه هنعملها. كويس، ممكن نجيب لنا سمكتين كده في السريع عشان الاكل بدا ينقص. ونبدا نبدا الميه ننقيها عشان نقدر نشربها. ايوه جمعنا دي واحده. تمام، هشوف بس الزرع ده بعد كده. ده اللي بصراحه اللي محمسني يا معلم، هستفيد منه. كويس، يلا يلا كويس. جبنا السمكه الثانيه، نحط بقى دول يا معلم على الشوايه. ايوه حطهم هنا هنا، اسف. كويس حطيناهم يا شباب. وفي صندوق جاي يا معلم، هو اللي هيجي لنا لحد عندنا يا معلم. احنا مش هنعمل اي حاجه. كويس، ناخد دي ونطلع بسرعه. وهنبدا بقى نطور من الخشب بقى والحاجه بتاعتنا، نتوسع شويه. نعمل زي كده يا معلم. لسه محتاجين خشب كمان، ناخد دوله. كويس، محتاجين محتاجين حبال. ماشي هنجيب يا شباب الحبال دول. كويس، الكرافتنج بتاعنا. وهنحط ايوه بس كده. انا عايز اكبر المكان ده عشان ابدا اخد الخشب ده والموارد اللي هتجيلي ان شاء الله. ابدا اوسع المكان بتاعي. وهنشوف الشباك. ايوه الشباك دي محتاجات برضو حبال تاني. ماشي كويس، مش معايا موارد. ماشي الموارد هبدا اجمعها دلوقتي. كويس، خد يا ابني الموارد كده. ناخد بقى الحاجة بتاعتنا. كويس، ناخد الموارد. كويس، أخدنا الموارد. في موارد تانية من بعيد، لا خلينا هنا أفضل. كويس، وهنبدأ نحط بقى هنا يا معلم، ونبدأ نزود الحوار بتاعنا بحيث يبقى عندنا موارد أكتر، فبالتالي هنبقى أسرع من كده بشوية. بس جمعنا دول. كويس، في صناديق جاية خطيرة، يا رب تيجي على المكان. كويس، جاي. في قرش جاي يهجم؟ لا، بعد يا معلم. يلا هات بقى الموارد بتاعتنا. انا جاهز له والله. بص يا معلم الحاجه بتاعتي وجاهز، ده يطلع بسرعه. بس بلاش استهبال. كويس تمام، عملنا كل حاجه ممتازه. هنحط بقى شباب هنا. بس محتاجين خشب تاني، محتاجين كميه خشب محترمه. مش الموارد بتستهبل ولا ايه؟ كل ما اجي احط هنا تبعد يعني مش عارف كله بقى يا معلم. مفيش
اوه عايز عطشان ورا ورا عطشان، مش واخد بالي خالص. تمام، هناخد المايه بسرعه كويس، وهنبدا نحطها هنا. الاقي كحكح يا معلم، خلاص الحاجه بتاعته، خلاص بسرعه ناخد الاكل بتاعنا. كويس اكلنا الاكل، هات بقى المايه تنجز ان شاء الله معانا، وهنبدا نكتر من المايه اللي بتحلل علشان مش كل شويه نقعد نستني معايا كذا واحده عشان تنجز معايا. بس ده يلا بطل يكحكح، ماشي هنشوف. عايزين بقى نجمع، تبدأ بتساعد شويه زي كانك شربت ميه الاكل ده، ممكن عشان في نسبه ميه قليله. يلا انجزي حالك بسرعه عشان راح يموت مني كده قبل كده. بدا يكحكح تاني، انجزوا حالكم يا جدعان. عايزين نحط الموارد دي في البيت، لسه انا كده كده الموارد بصراحه محتاجه دلوقتي، فمش هقدر احط حاجه لما يكون بقى في زياده ان شاء الله. كويس كويس، شربنا الراجل، ناخد شويه الموارد دول. ما عايز اعرف ده اقدر اكله. ده زي بزرعه تاني. بياكله يا معلم. كويس ماشي، هنحط واحده هنا و هنشوف. لا ولا زفت، اخلع اخلع، الله يخرب بيتك، انا جايبها اخلع يا زفت. شوف 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 شوف، عايز يضمن لي الحاجه اللي انا عملتها. تمام، هناخد بقى بسرعه الحاجه دي ونبدا نطول من الشباك بتاعتنا عشان ناخد موارد اكتر، بس محتاجين حبال كميه محترمه يا معلم. بتاع كرافتنج كويس، وهنبدا نخش هنا. تمام، الشباك مش هتلف غير واحده بس، ماشي هنحطها هنحطها هنا تمام جنب اخواتها. كويس، انا بدات اطور يا شباب، بدات اطور يا معلم زي ما انت شايف، تطوير والله حماس بصراحه. الحاجه بتاعتي بقت كويسه جدا، عايز بقى لو الموارد تكتر ان شاء الله نبدا نحطها، بس التشيست ما كانش ليه لازمه ان انا اجيبه دلوقتي، فماشي مش مشكله، خير ان شاء الله. ما فيش حاجه احطها فين، ماشي هنشوف هنا ايه تاني. ما فيش حاجه تانيه ناقصاني، ناقص بس الحاجات اللي بتحلل الميه، و طبعا الحاجات دي كانت عندي، مش عارف بقى في حاجات تانيه هقدر اطورها. ماشي انا عايز اعرف بس دي ايه دي. محتاجين مسامير، ماشي هنجيب كميه وهنشوف دي هنقدر نعمل بيها ايه. كويس، محتاجين برضو حبال، ماشي هنعمل من كرافتنج الحبال بتاعتنا. شوف برضو هو محتاج، لسه محتاج كام، هجيب بره موارد احتياطي، محتاج حوالي واحده. تمام، الموارد دي ان شاء الله هتكفي شباب، وهو محتاج خشب، ماشي هو عندنا موارد كويسه جدا هنا ينفعنا قوي. كويس، هات بقى شويه الموارد دول. كويس، هنطلع بقى هنا ان شاء الله نقدر نعمل الحاجه بتاعتنا دلوقتي. تمام، بقول لك محتاجين، هنشوف كم محتاج كم حاجه بس. كويس، هنيجي هنا. تمام، محتاجين خشب ومحتاجين حمام ومحتاجين شويه مسامير. تمام، بنحمل اول المسامير بتاعتنا وهنعمل ده يا معلم. كويس، عايزين نشتريها بس الاول. محتاجين كام دلوقتي تاني؟ كويس نقدر نعملها دلوقتي. نقدر، المفروض اللي انا فهمته ان احنا نقدر نزرع فيها. نقدر نحط فيها زرع يا معلم. كويس، بس منها حجمها غبي كده ليه؟ عايزين نخليها هنا شويه، انا بصراحه خايف القرش يبهدل الدنيا. وينفع احط فيها ازاي؟ ما ينفعش احط دي، ينفع ينفع احط هنا يا معلم. حلو كويس، نقدر نحط يا معلم الزرع بتاعنا ونقدر نكبره، بس عايز اعرف بقى هيبدا يدينا حاجات، بس اكيد زي الزرع التاني ده. ولا بدا يعطش. تمام، هاخد شويه ميه بسرعه. كويس، والحق اشربه بسرعه احطهم هنا وابدا انقي يا معلم. كويس، انا بصراحه هي ملخبطه، بصراحه انا ملخبطه، بس ان شاء الله ابدا اظبطها عشان بس في البدايه، فاعذرونا يا شباب، يعني الحاجه بتاعتي مش منظمه قوي لان لسه ما توسعتش، لما اتوسع ممكن ابني دور تاني واحط في الحاجه واطورها، بس بدا الورق يجوع مني. ماشي، ما ينفعش نحط الزرع تاني، ولا بدا يعطش جامد. شايفين النخله؟ بدات تطلع يا معلم. كويس، عايزين نشربه بقى بسرعه يا رب الميه تنجز. ده لازم 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 احط كذا واحده من الميه، لان كده يا معلم الولا هيموت مني، لان بصراحه محتاج حوالي اربعه ولا خمسه. كويس نشرب. كويس، انا هقف هنا شباب لحد هنا، فلو عجبك الفيديو ما تنساناش بقى احلى لايك، وتكتب لنا تعليق بخصوص لعبه درافت والحاجات شباب اللي سالتكم عليها، يا ريت تساعدوني لو في حاجه ناقصاني او انتوا شايفين في حاجه انا ما عملتهاش، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. وبالنسبه للتنظيم ان شاء الله هبدا انظم لما اعمل دور تاني، فاللي بيحب بقى السلسله دي احلى لايك واحلى حماس، ويا ريت تنشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع يوتيوب جيمنج في لعبه درافت. بس النخله دي كفاله على الصوله. يلا سلام.